Sebagian terperap. Jadi sebagian terperap di ajar kriminal atau ser. Itu mungkin dia kata itu sudah bisa. Mungkin harus berapa berkali mesti dia mesti ada setiap rumah setiap rumah. Kalau kita dari negara Zoom, membuat ini lewat dari jenis itu siapa? Cakap tu pun ni, anak-anak buat apa? Sebab awal khas anak-anak kita ni sedap awal kita show, khas anak-anak. Ada asas syarikat ni di khas type tu, macam tu, membuat apa? Tahu? Tahu mana nama? عنده خصوصيات نابعة من
البيئه اللي خصو تدافع. وفي هذا الاطار هذا المرشد هو كل من يعمل مع مجموعه من الناس، اطفال او بالغين، نساء، شباب، فتيان او ذوي الاحتياجات الخاصه، ويساعدها في التخطيط والتنفيذ والتقييم بشكل ناجح لمشروع تهتم له المجموعة. حكم أن هذا المرشد هذا إذا ما خداش الانتباه ديال المجموعة التي تتعامل معها، كنقول تصعب عليه أن ينفذ ما يريد. أول شيء كيف قلنا قبيلة هو الحميمية، تنتفي الخطوط الحمراء، تنتفي الفروق، تنتفي كل الأشياء. وفي هذا الإطار هذا ندوزو باش نقصوا واحد الفقره تنقولوا على مستوى المنشطين او الاطر ديال الجمعيات في التعامل مع لي بروجي ديالها الموجهه للفئه اللي تتوجه لها. كيف تتعامل مع الاطفال، كيف تتعامل مع الشباب، كل جمعيه وكيفاش تتعامل مع واحد الفئه معينه اللي تتقوم بالنشاط ديالها. وفي هذا الاطار هذا لابد من ان يكون التواصل افقيا بين الاعضاء، افقيا وليس عموديا. ما كاينش رئيس مرقوص، كاين افقيا، كاين واحد المساواه حتى تتاح لكل منهم فرصه للتعبير عن افكاره وتشجيعه على تجاوز الصعوبات والعوائق التواصليه بهدف تبادل الخبرات والمعارف والقيم بين اعضاء المجموعه. مثلا شخصيا تنتعاملوا مع
مع وزارة الثقافة والشباب وكاين تعاقد على مستوى مشروع معين ما تعطيش ملحة عندي مشروع ها هو كنتقدم به تتمولو محتاج 40 مليون محتاج 100 مليون درا شي محتاج تعطيني ملحة ديال مليون ولا جوج ولا ثلاثة نو سير خلصنا حتى شعبان وخرجوها اللي محتاجين هكا تغيبوا زيت ولا شي قفاز رمضان هذه وحده هذه هذا هو مفهوم المنحه شوف الاسم ديالها منحه اعطاء او وهبه ماشي بحال تنقول شراكه في اطار بناء مشروع ما وبالنسبه لي كفاعل فني او ثقافي تنقدم خدمه للمجتمع اقدم خدمه للمجتمع في اطار تهذيب ذوق او في اطار الى مرتي انا وما كانش لاخور ولاخور اللي تنشطوا وتيديروا هاد التوعيه وهذا وهذا غادي هاد المجتمع غادي يفرغ التطرف المخدرات الدعشانه مجموعه من الاشياء اذا نقدم خدمه جديده للمجتمع هكا نشوف راسي انت على الراس تاع انتوما كيف الواقع اليوم تضحي وغدا تضحي وبعدا تضحي لما اذا يجب ترتيب مشاريع في اطار الذي يهم يعني اتجاه تصرفي كل جمعيه عليه مشروع تهم مثلا الشباب او التكوين او محكوميه او انت تقدموه لمجموعه المالحين لحقاش اللي تأثر لنا احنا في المغرب هنا العمل الجمعوي او العمل ديال المجتمع المدني اننا كلنا تنزاحموا على حفره واحده كاينه جماعه هي محتاج اللي عطات تمشي تزاحم عنها بحيث اننا تعطوا لها المالية وممكن نفس المشروع نتعاملوا به مع ثلاثه او اربعه او خمسه او سته او عشره المالين هذا لا يمنع مثلا تنقول نفس المشروع عندي مثلا هنا في عين حروده تنقول عندنا مع وزاره الثقافه واحد البلاد عندنا مع نقولوا مفتح جامعه المنطقه من بلد اخر نشوفوا لي سبونسور نشوفوا الجهه مثلا الجهه هذه الدعم العمومي راه في الجهه مجلس العماله في مجلس المدينه في مجلس الاقليم وفي بزاف يعني في الاطار هذا تنقولوا في بدايه الموسم ما نقولوش حنا بدايه السنه حيت الموسم عندنا حنايا تيبدا في شهر 9 شهر 9 قبل منه العطله الصيفيه مثلا ديك العطله الصيفيه يتم تركيب مشروع معين وتمويله فيه برنامج ديال من ديك الساعة حتى شهر 6 الآخر أو شهر 7 الآخر إلا حسبو ترى نخدمو 10 شهور أو نخدمو 11 شهر وتنحتو على هاد التمويل ديال هاد البروجي ونحطوه جميع باش ممكن أن حيت بدون أو في غياب دعم باش منقولش منحة دعم حقيقي تنتهي الشروط هذا التنشيط الثقافي والفني تنتفي شروط منح خدمة عمومية لأفراد المجتمع تنتفي مجموعة شروط بمعنى الانتقال من الهواية إلى الاحتراف ودائما هذه التقنية هذه نمتلكها جميعا غير هو البساطة اللي فيها كيفاش ممكن كل واحد فينا يعرف بلي هاد التقنيات راه عنده غير الطريقة باش يعرف راه عنده نعطيو شي مثال في هاد الإطار مثلا مشينا عند ميكانيك أي ميكانيك هو المجال ديالو راه معقد كيما قلنا حنا معقد المخير فينا عنده شي أونبان تجي عند ميكانيك
تدخل عنده هو عارف هذه سميتها وهذه سميتها وهذه سميتها. انا ديجا راه تعاملت بهذه وبهذا البيبا وبهذا الساروت وبهذا السكوتش ولكن ما عرفوش. هو يمتلك التقنيه، هو يمتلك الوعي بالتقنيه، انا امتلك التقنيه لكنني لا اعيها او لا اعرفها. هذا هو الفرق. وفي هذا الاطار هذا باش ما يكونش كل شيء على المجتمع المدني، لحقاش المثقفين مثقفي السلطه تيقولوا تنشئه الثقافه الفنيه مسؤوليه المجتمع ماشي مسؤوليه ديال الدوله، وهذا خطا. لحقاش المسؤوليه يتقاسمها المجتمع المدني والدولة. وسيط. وسيط ما كاينش وسيط في هذا الشيء. ديما العلاقة راهي أفقية. ما تنهضروش على ما هو عمودي. غير هو تنقولوا الحصة ديال الفرد من المنتج الثقافي جزء من الحق الذي تتكفل الدول المتقدمة بتأمينه. الحق. تيقولوا في إحصائيات آخر السنة مثلا في الغرب وصلنا عندنا واحد 36 ساعة قراها كل واحد. فالدولة في مثلا تعداد السكان ديالها 8 مليون أو 60 خطوة. هاد الأفراد هادو وفق إحصائيات معينة مثلا كل واحد من الدولة ديالنا وفق إحصائيات دخل للسينما واحد 25 مرة في السنة. يعني هاد الإحصائيات اللي هي غير متوفرة عندنا حنا. معلومة. هي معلومة. ولكن هما تنقولوا يدفنون الحق لافراد المجتمع في الثقافه وفي الفن، يدفنون تيقراوه في المدرسه. حنا تنقراو الفن في المدرسه ولا الف باء بومي وداك الشيء. تالي الدور تيبدا من الصغار. وحنا تنقولوا علاش واحد شهر من الاستاذ في القسم ما ربيناهش، مسؤوليتنا هذه. إلا من نهار دخل في الأول المدرسة وتيدخل وتلقى مثلا كاينة قاعة ديال الرياضة، كاينة قاعة ديال الرسم، قاعة ديال الموسيقى، قاعة كذا، أوقات الفراغ ديالو الوقت الثالث كيف كنتنصبوه تيفجر هاد الإبداعات عنده فيني ما تلقاش عارف. متفقين؟ كيف ثاني تيدخل للموسيقى شوف واش غيمشي في كمان ولا غيمشي في بيانو ولا غيمشي حيت داخل كل اطار فيه مشي تعددي. كاين فن وكاين ثقافة في التنشئة من من الاول. بالنسبة للبرامج المناهج التعليمية ديال الدول الغربية راه في حسابات كتسير 100 عام ربما ولا 90 عام. احنا تنقول لك انا دابا نقدر نقول لك مثلا شدينا احنا ما نقولش حنا متقدمين علينا. مثلا انت من الجيل ديالي اول مسائل تعقل على بوكماخ المطالعة قراءة بوكماخ اللي قرينا فيها حنا في السبعينات راه متقدمة بزاف على هادشي تنجبو دابا راه فيها السبابة والصواب تنقرا راه ما تنفهمش شنو تيقراو الدراري بحال دابا هذا التوجيه الصوت قبل كانت مطالعة ولوحة وطباشير وسروا مصحوب وصندوق داخلية ما تيبدا تيقرا بوكوا ماذا تغير؟ هنا غادي نرجعوا لاشياء اخرى اللي هي خصنا نوضحوها مزيان على اساس وهذا يجرنا للتاكيد على اهميه سن الدوله او الدول لسياسه ثقافيه واضحه المعاني تمتع بشكل اساسي من خصوصياتها الحضاريه وابعاد هويتها الوطنيه. وكيف قلنا قبل مثقفي السلطة الإداريين والفضاء الثقافية يقولون أن التنشيط الثقافي من مسؤولية المجتمع وليس من مسؤولية المؤسسات، وهذا خطأ جسيم في حق الدولة والمجتمع معا. فإذا أصبحت الهيئات الوصية بالدولة تتبرع من مهامها الأصلية في تثقيف مواطنيها فلا ضرر على المؤسسات الثقافية أن تغلق أبوابها. وهنا لابد من التأكيد على أن للمجتمع المدني دور
محوري واساسي في التنشيط الثقافي والفني. لكن للدوله دور رئيسي هام على مستويات التمويل بشكل عام. انت تقول التمويل ما تنقولوش منها، ما صدقش علينا. تقول التمويل ديال المشروع وجيت تحاسب معنا على الريالات وعلى مخرجات المشروع، اشنو بغينا نحققو به؟ تقولوا على مستويات التمويل بشكل عام وسن السياسه الثقافيه الحكيمه والمتميزه اللي خصها تخرج من عندنا حنا. لحقاش الاشكال الكبير شكون حنا؟ حنا شكون؟ هذا سؤال اللي ما تيطرحوش من دار بعد راسهم. حنا شكون؟ كاين اللي دماغه في الغرب، كاين اللي دماغه في الشرق، جينا من اليابان واحد تيقول جينا من كل، شكون حنا؟ تبقين ما نعرفوا روسنا شكون حنا. هنا سؤال الوعي بالذات، الوعي بالذات. وفي هذا المسألة هذه من تتحددوا شكون حنا، تنعرفوا شنو السياسة الثقافية اللي تصلح لينا. هادشي علاش في جميع المجالات اللي جا تجيب سياسة جديدة، مخطط استعجالي جديد، هذه كنت تلفونينا مجيا ولا تلفونينا مجيا. لحقاش ما عندنا سياسة ثقافية ثابتة. لحقاش السياسة الثقافية باش نرجعوا المفاهيم اللي هي قبل تنقولوا البنية التحتية والبنية العليا، وهي مفاهيم ماركسية في الأصل. كاينة الثقافة الاقتصادية لا غير، صراع دابا صراع ثقافي وصراع اقتصادي. ما بقاش باش يدير احتلال واحد غادي يجي يحتل ذاك كله. تقدر درتي ليه شي حاجة يجي يدخلك للدار يسمحوا لي يخلي ضاربك ونخرج، ما غاديش يبقى. يعني ما بقاش هذا الصراع ولا اقتصادي ثقافي، يعني كيفاش هذا الاستيلاب؟ يعني هنا تنقول الهوية الوطنية المغربية، بعد مرة تنقراو عندنا أبعاد إفريقية، أبعاد أندلسية، أبعاد كذا أمازيغية، أبعاد فهمتي ولا شدين كاع الأبعاد. شكون حنا؟ يعني في هذا الإطار أنت تحددوا شكون حنا، تنعرفوا هذا المجتمع أشمن سياسة ثقافية تخصو، وأشمن برامج ثقافية تخصو، وأشمن تمويل غيخص لهذه البرامج الثقافية. وما نخلي السي بوعلي يتكلم فيه. حنا غادي نتكلموا شويه على مثلا التقارير على المستوى اللي هو المجال كبير، ولكن نحاول انني نتجاوز هادشي المكتوب ونتكلم في اطار تجربه. دابا المشكل في الثقافه التربوي عندنا يعني باقي حنايا في المغرب باقي ما عارفينش اشنو نوع من النشاط الثقافي والفني اللي باغيين في التنشئه ديالنا اللي كتبتدا من الطفل اللي هو ماده خام. لان الطفل اول حاجه ملي كيتزاد ما عندناش طفل كسول او طفل ذكي او طفل غني. التكوين ديالو والمحيط اللي كيعيش فيه والجو العام اللي كيعيش فيه هو اللي تيخلق منه. اما عقله كيخدم بشكل مقالب وكتبت بان في عالم الموغز او تنخدم ان عقلك سيطر عليه بكلمه الدشر سيرتو من بعض الاسر اللي كانت تحتاج للعنف سيرتو مثلا زعفتو انت ما كتقراش انت ما عمرك بهذا النادر انت ما كتبقاش قران. هذه اشياء اللي الوالدين تيقولوا الطفل على اساس انه طفل غير ما كيستوعبش. والدليل على ذلك ان الطفل اخطر واحد كيستوعب الاشياء هو ديك التجربه ديال الطفل ما كملش السنه ديالو. كان جا واحد الدري كان عنده قبل جا واحد السيد جا باسو وقال احنا جا في المقام ديالي ما عرفتش واش هو تحت الحمار ولا لاباس بيه ويقول لك جابو له طرحو قال لك شوف ما عرفتش واحد الموسم قالوا شوف ربنا ما عرفتش فعلا تلو ولا في المجلس قرر واحد كي او دقيق يعني سيدي راه كينا يعني بعد واحد الصحابه الى كان كنكتبوا بها شنو باغي نكتبوا.
انا ملي كنرجعو على المساله ديال التوشيح او الصبابي القاع حنا عندنا ولا عندنا التوشيح مرتبط مثلا بجميع المؤسسات الان اللي كتمشي غير عند المؤسسات التعليميه او دور الظهور التعليميه كتشوف ما هو التوشيح عندهم. هو التوشيح عباره على مجموعه اناشيد اللي كيحطوها الطفل ومجموعه الالعاب. هذا هو التوشيح يعني بغض النظر على اشنو الغايه من النشاط، لان ملي كتعامل مع طفل لان خطيره جدا انني نجيب واحد المنشط تربوي ونحط ليه مجموعه اطفال وما عندوش يعني على الاقل واحد مجموعه معلومات حول علم النفس التربوي حول الطفل الطفل تشوف الطفل تعرفوا لان المشكله احنا كنفكروا دائما احنا الكبار كنفكروا بعقليتنا وتنقول له الطفل راه لا الطفل عنده عقليته وعنده ولكن الا ما كنتش انت اصلا مقطير فك داك الطفل الداخل راه ما يمكنش تواصل مع الطفل. دابا مثلا بشكل بسيط انا شفت نشاط ثقافي وفني داخل المؤسسه التعليميه ماشي هو اللي في المسرح، لان الطفل داخل المؤسسه التعليميه كيحس براسو محاصر ما بين واحد ربعه الجدران القسم الاداره البرنامج المعلم المدير هذا يعني ما يمكن لكش يبدا في اطار واحد العمليه المشكله لان الطفل بحداته مشغل الا ما حسش داك الشغل او مارس داك الشغل الطفولي ديالو وتحرك وهذا ولا ما يمكنش يحس بنفسه حي كتقتلو داخل المؤسسه زائد المؤسسه ديالنا التعليميه راه ملي تنقول مثلا الدول المتقدمه راه عندها مثلا لا ولكن راه كتبقى عندها مؤسسه راه كاينه قاعه ديال المسرح كاينه قاعه ديال الموسيقى كاينه قاعه يعني راه تخرج من العالم ديال الفصل الدراسي كيدخل واحد العالم اخر كله تطبيق كله هذا كله هذا والناس كتخدم على مستوى الالوان الدري علاش كيميل علاش كيميل هذا اللون ما كيميلش اللون هذا هو اللي والغريب في الامر هو ان مجموعه المعطيات دابا ملي كتشوف الارشيف مثلا كتجي شي نشاط كتلقى مثلا واحد دير لي سباقات لو طاب جيب لي موسيقى كدير لي اغاني ديال انا بابا معلم لا ما عرفتش هي البافور هذا انا سمعت نشاط تربوي فيه واحد تيقول البابور من امور الدين كيفاش كتربي الطفل على الهجره وعلى انه تكره البلاد وتكره هذا بالاغاني اللي ماشي ديالو نو كاين واحد وكاين عاوتاني ما نعطيوش اناشيد اللي ثقيله على القلب الدري كيبغي بوجه يعني في العوض لان نفكروا اغاني تربويه الطفل ولكن فيها الحس حركي فيها موسيقى فيها جماليات كتخلي الطفل انه ينفعل معاه ولا ولكن في نفس الوقت غادي يستوعبها وغادي يرد ولا بدون اي مشاكل لان الاطفال عندنا هما ماده خام المسؤوليه ديال المنشط التربوي ولات صعيبه حاليا. علاش ولات صعيبه؟ لان عندنا يعني المجتمع ديالنا يعني ولينا في عصر ديال التكنولوجيا ولا داك الشيء سريع ها المواقع الاجتماعيه ها الاغذيه ها التليفونات هنا 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 يعني الطفل عندنا في غيال مع غيال اماكن تنشير الترفيه وهذا وهذا الوالدين ولاو المساله عنده هنا سميت انه ما ولدوش ياخذ لي طابليت هنا كنعرفوا بان هذيك التكنولوجيا اللي كيمشي فيها الدري كيتفرج في الصور كيتفرج هنا ممكن يدير لي رسوم متحركه ممكن يدير لي ولكن راه ما كنربيش لا خيال لا والو هنا اللي رجعوا للمؤسسه علاش الطفل ما خصوش مدرسه الطفل خصو مدرسة من أجل الحلم والإبداع المدرسة اللي ما تخليكش تحلم وتبدع وتخيل ما كاين لا راه واحد القضية جميلة تخيل هو داك الدور ديال الجدات والأمهات في الحكي دابا سيرتو ولا في المستوى الان ولينا كنشوفوا نوع مثلا باتمان سوبرمان ولينا كنشوفوا عنف ممنهج للطب يعني بدا الصغار كيبان لا يعني ولا عامل علاش لان ما عندناش منتجات اللي فعلا كتهتم
طيب وحتى الا كان شي بالانتاج مثلا السينما طيب هذا دائما كان داك الطيب المشرد داك الطيب اللي كيغتصاب داك الطيب هذا داك الطيب ما الطيب ما كيشوفش اقوى النموذجيين مثلا اللي كتشوف السينما الامريكيه افلام ديال الطيب الطيب اللي كيتفرج في الفيلم كاين نموذج ديال الطيب السينما كيتفرج في واحد الطيب اللي في السين ديالو السين ديالو دائما نحتاج الى النموذج حنايا ما كان حنا كانوا بكري والدينا تقول لك والفلانه كيقرا وكيجيب 10 على 6 ما يجيبش 10 كنا بحال يعني كان النموذج حتى تحي المثل تاعنا المثل خصنا امثله الطيف ما بقاش عنده امثله الطيف والدي ما بغيتش تخلصوا منه باش الاب يقابل التليفون قبل هذا كل واحد يعيش عالم انا غير واحد مغزى ديال واحد المدرسه الطفل يولد وعم فترة فهو واضح وهو ودانه يعني كيبقى الدور ديال بعض المدارس هو الأب والأبوي يعني بعد الأستاذ المعلم ديالو والمدرسة ديالو يتحمل المسؤولية ديالو 50% ولا 60% حتى الآباء تتحركوا يعني تقول الطفل ملي كيزاد من والديه كيتحمل المسؤولية ولكن عاود ثاني راه أي تربية نقلوها للآباء لان مثلا نشوفوا مثلا التربيه راه فيها فيها كي الاب تاعنا تعتقد على نفسه بانه برنسس قال تاني كانت كيشوفوا كيهزوا في الطاقه وكيهزوا في الحيط ويضربوا ويطلعوا على هذا وتجربه كيعبر على واحد الحاجه معينه الاب الواعي راه غادي يكون يعني الأمان يعني السكون تصرف من بالعكس ملي كتشوف اليوم كان الطاقم ديال صوت الحال كتقول لها ماشي انا اللي شخص انت ولا كتجيب لي ورقي كتجيب لي بانس وكتجيب لي ما كتحرموش منا ماشي كنبقى معه كنقمع فيا الابداع يعني تبدل واحد الماده اللي محتاجه للعلم محتاجة للخيال محتاجة للتوجيه لا يعقل انني كمطير انني ما قادرش نصلح نفسي ونتحمل المسؤولية ديال الطير لان الاطفال اللي هنا وكاين واحد القضية بان اللي كنعملو هو مثلا الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة دائما الاغلبية ديال هاد الاطفال كتلقاهم محرومين من الانشطة لا في دارهم ما خصوش يلعب لانه تسميهم اعاقه ولا تقدر تسميهم اعاقه تم لنا دولي الامتياز الخاصه كتلقاه في المؤسسه ما تيخليوش يلعب كتلقاه في دار الشباب ما عندوش مكان كتلقاه في المراكز ما عندوش مكان ما عندوش مجالات ما كاينش هذا ما كاينش هذا حتى لكن كيفاش بغيتي ممكن يطلع وحنا كنعرفوا بان دولي الامتياز الخاصه التكوين ديالو خصو يكون تكوين عادي بحالو بحال الانسان السوي لانه ما لم قادر يعطي فهو غادي يعطي يتحاسب معاه يتحاسب معاه على اساس انه الانسان السوي كيحس بك بعد بكرامته ويحس بانه راه الانسان السوي وهذا باش ممكن يعطي يعني دائما في البرامج ديالنا كننساو عطيت المعرضه ديال وهي مهمه تكون واحد المعرضين خاطر هي مشكل في التعليم ديالنا رب العالمين الوعد ان هذه غادي تخلق لنا واحد السير اللي مع فروقات معدله دابا تنو بعض الناس اللي في الاحتياجات الخاصه اللي تحرموا من هذه الاشياء اللي كيعانوا منها دابا تيقول لك انا واحد الوقت ما لعبتش انا واحد الوقت ما جريتش انا واحد الوقت تحرموني انا واحد الوقت يعني هنا باش ما نطولوش عليكم كنظن بان المسؤوليه الحاليه ديال المؤثر التربوي هي مسؤولية كبيرة لا بد لها من البحث لا بد لها من المعرفة لا بد لها من دورة تكوينية لا بد لها من أن نعرفوا الحاجية ديال الطفل أشنو خاص الطفل أشنو هو نعطيه مساء نخليو بيناتنا وبين واحد المسافة من اللي بعد باش نكتشفوه باش ما نوصل هذه المسافة وحتى بعض الجمعيات باش نقول بسرعه فينا بعض الجمعيات
مثلا الطفل راه مسؤوليه، راه كاين بعض الجمعيات مثلا ملي كتجي كتبقى الطفل، الطفل لازم ان يسير او ان تفرض عليه اشياء داير هنا ولا داير هنا، لا الطفل طفل، الطفل الى ما دوش المرحله ديال الطفوله ديالو في الشكل المالي وفي الجوانب اللي عندك كيكتشف الاشياء راه كنصنعوا قانون. اذا كان تفضلوا الى وهذا ونقاش ونفس هناك كيدير سميتو كيدير النفس كيشاهد وكلي كتنهضرو مكيبقاش انت هو كيطاول تقمل ماشي. ملي كنمشيو كنرجعو على هاد المسألة اللي قلتي، هي مسألة دائما عندها علاقة بالأسرة. كاين الطفل اللي دابا كيتربى على العنف دارو، يعني ملي تينوض هو كيتربى إلا فرس بالسرقة وبغيتي من غير تيتصرفق، إلا ما ضربتيش ما غاديش يسمع، من غير تيتصرفق تيهزو باه وكتغير تيقول ليه قول لي الله يعاونك. نعم يعني كان تيقول لي غير هو الأول اللي الآن نشوف من العلمية عندنا شهيمة وقعت ديال شاب يابي، ولكن انا ملي تبعت انا كنظر للاشياء في المشاكل اللي كنظر للناس ملي شفت انا اللي عنده 9 سنين في عمره ناض دخل مع صاحبه من تفكر هو طفل هو باقي طفل هو عنده 9 سنين ملي دخل كيبكي عند باباه قال لي مالك هذا اللي ضرب لي وجهي هنا ويجبد باه موس عطاه لي قال لي صدق كانت اول جريمه ارتكبها في 9 سنين هو ارتكب اليوم روحه وعمره 22 عام شي عادي. ما نحاولوا حنايا نفتحوا النقاش والمشكلة سيرتو فيما تيهم هذاك الموضوع. كان ممكن الموضوع ولا تيهم التطوير ديال أو اللي مهم فاتي هو التمويل. أنا دائما نتعرف على التمويل النشاط كيفاش نكملوا به وباش نصحوا واحد المعلومة قبيلة تهضر حتى على الكوفيد اللي ولات دابا آخر قانون 10 سنين شي 5 سنين كيف سمعتوا قبيلة صحوا هاد المعلومة ارشيف ديال كل المشتريات وكلشي ديال الجمعيات لحد دابا هذا الوضع ماشي جا في اطار ماشي جا في اطار حكامة او في اطار جا في اطار مش فيه منابع ارهاب وكذا وهذا المسائل علاش كاين هذا الحساب هذا ماشي حاجة على شي حاجة حيت الا غادي يتحاكموا غيقولوا بالحساب الكبرى واحد 20 مليون ولا 3 مليار في العام غتحاسب صحاب واش بغاو كيفاش ممكن في تمشي هذه الاموال واش تمشي لدكتور قران او كذا في اطار هذا كذا كون طلعت هيلاري كلينتون كرة كاين عندنا سياسه اخرى متفقين كرة باقي منكره متفقين يعني الامور مرتبطه ببعضها البعض ما هو سياسي ما هو اقتصادي ما هو اقتصادي وهذا يعني هي مساله اتجاه واعي. تفضل برضه واحد الجمله حسب اللي تكون عنده واحد المشكل. انا مخطئ عندي جمعيه مخطئ عندي اطفال اطفال عندي غادي ندير لهم مجموعه التكوينات عندي اللعاب عندي هذا عندي راه ساكوت يعني باش حيت اي نشاط عنده لوازم ديالو يعني هنا الا ما عندناش اللوازم باش نشريو باش نخدمو طفل راه غادي نضطروا انا نكتفيو باننا نغنيو ليه نشيد ونقول له اقول اسمع وسالينا سنية المطاف راه الدري ما خدم والو خدم الله اقول اسمع. بالنسبة واحد الاضافة للمسألة اللي قلتو دابا ديال التمويل حنا ولفنا عادة في الجمعيات اننا كنجي نجي انت محلقة من داركم نجي انت كاس من داركم نجيب معاك انت يا الشكارة نجيب كذا تنجيبو داك الشيء واخا هذا ما عمرنا عطينا داك الشيء واحد القيمة راه انه هذاك الشيء يكون جاي نشريوه هذاك دعم فلوس هذا راه دعم عيني تسمى تدير مساهمة عينية حتى في المشاريع في المشاريع ملي كتقدم مثلا مشروع جهة معينة تنسى هادشي تقول وصافي راه غير الطيف مثلا راه صافي راه يجي صافي نسى ولكن داكشي راه اللي جينا نحسبوه بالفلوس راه فلوس راه كاين يعني خصنا هذه المسألة هذه خصنا ندخلوها نحسبوها في هذا الشيء فوالا كل شيء خصني ندخل أي حاجة واخا صاحبي غادي يدير معايا غير مزيان ولكن إلا ما كانش غادي ما كانش صاحبي غتشريها غنشريها دونك راه خصها تكون خصها تكون كاين واحد القضية كاين تفضل الجمعية تيبدا على هذا الدورة التكوينية صراحة
اللي زوينه بزاف اللي يعني فيقات نوعا ما بزاف ديال الحوايج. وشكرا للحضور الكريم. قميص مصطفى مستشار جمعيه الفرع والرياضه والمواطنه ورئيس جمعيه معنا غدا افضل التي لم تخرج حيز الوجود لاسباب متعلقه بعدم وجود اصحاب الاختصاص، يعني ان كل المناصب يجب ان تملأ بناس فاعلين لديهم الرغبه والطموح في تحقيق الوصول لقلب الطفل اولا ومساعده الانسان وانقاذ البيئه، يعني ان على المؤطر او الفاعل الجمعوي ان يدرس يعني الثقافه لينطلق من نفسه اولا ويكون عالما بكل القوانين التي تؤهله لخدمه واستحقاق النصيب الذي يمثله. هذا هو الشيء الإنساني هو أن القتل هو بنية معقدة تتداخل فيها هو نفسي وهو بيولوجي وهو يعني اجتماعي وهو فكري، هذه البنية اللي كتبغيش تتعامل معها خصك يعني كاع التكوين، يعني التكوين على التكوين يعني باش تتعامل مع هذه البنية اللي كتبغي أشرت أنها معقدة، يعني شنو هو اللي يجي كلمة تبدا كل هو كذا، خصنا نعطيو المثال للطفل باش يكون يعني رجل الغد كما صحتي وصحتي وصحتي بالنسبه للاب كيضرب القلب ديالو يعني غدا غيجي غيعاود ينتشر نفس السلوك يعني تواخر الثقافه بين الخباز والبيسي، هذا هو اللي حاصل. كان وجدوا حنا كان عنفوا الطفل يعني نحن بصدد يعني انتاج واحد كلمه واحد قنبول اللي غتنفجر يعني عاجلا ام اجلا. حقوق الطفل كا مصطلح مصطلح جمهوري فين سالت التدريب؟ فهمتني؟ كنقول حقوق الطفل او الاعداد العالمي لحقوق الطفل وقيلا في الكتابه ديالي بالانجليزيه في الامم المتحده ماشي هي ولكن اللي ترجم النهار الاول عن العقليه الجمهوريه ترجمه هوده في المجتمعات الشرقيه وهذا وهذه المسيحيه العقليه مجتمعات بكوريا الدريه واخا يخرج يلعب ويسهر ويطلع راه الدريه واخا تكبر تطلع في الاعلام مع السن العشيه خاصها تدخل مع ما فين فين هاد الاعاقه في المجتمع غادي نسميها اعاقه لحقاش عطلتي نص ديال المجتمع عطلتي وخليتيه من الصغر تيفكر في اشياء اخرى في الامومه وفي العكار وصافي تفكر في الدار من هي بزاف دريا صغيره تجي سعيد عندي واحد الوفوره نعكرو ليها وهادي نعكرو صوره جميله هاهي نصوروها ولكن شنو عندها في راسها ما عرفناش باش نرجعو باش نعطيو باش نربطو هذا الموضوع اللي هو اساسي. مثلا كانت واحد التجربه في الدنمارك مثلا كان معايا السيد نساء وليد كانت ليكيب تاعنا كلها جات تما ومشينا درنا مجموعة الدورات التدريبية المغاربة مشاو يحطوا الدنماركية مشاو ماشي العكس وفي هذا الإطار هذا في لا في كوبنهاغن لا في نيكوبان قطع السيد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.